الأستاذ عبد الرحيم، الزكاة الفطري هي تكون على مقدار من غالب قوت البلد، 2 كيلو ونص من الرز، شوف كيلو رز بكام، 2 كيلو ونص يساوي كام، أو من الزبيب 2 كيلو ونص زبيب، شوف الزبيب بيساوي كام، أو من اللحم 2 كيلو لحمة، شوف يساوي دولك كام. ده وإحنا بنخرج عليه على هذا الأساس. ينفع إنك تطلعه فلوس، ينفع، وينفع إنك تطلعه كده يعني حبوب، والأولى إنك تطلعه حبوب. وأنا هفصل كده في الحلقة اللي جاية بالنسبة للاحتلام، من احتلم في نهار رمضان لا يفسد صومه وإنما يتم يومه عادي، ولا مشكلة في ذلك، ويغتسل في نهار رمضان أو بعد النهار لا مشكلة في هذا، ولا يفسد صومه، وليس عليه قضاء ذلك اليوم، وليس عليه أن يفطر في ذلك اليوم على الإطلاق.